سيد الرئيس، أنا مقترح على هاي المادة إنه نعطي صلاحية لوزير البلديات أو وزير الإدارة. شو صار اسمه جديد يا أحمد؟ وزير إيش؟ الإدارة المحلية. إن شاء الله بنستمر بس نهاية السنة بهالاسم. فسيدي يعني إحنا اليوم يعني هذا اللي الشعب الأردني كله ضايج منه، إنه إحنا بنختار أسماء يعني هذا صاحب فلان وهذا صاحب علان. أنا بس مقترح يعني رئيس اللجنة الإدارية، بدي أشكر وأشكر اللجنة القانونية على ما قامت به، بس يعني في بند اللي هو خمسة ممثل عن وزارة البلديات، يعني كنت أنا بدي أقت مقترحي يكون إنه اثنين من بلديات مداورة بدل ما يكون ممثلان اثنان عن هيئات المحلية يعينها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. هلا أنا لو قرأ رئيس اللجنة الإدارية شاكرا له، في هناك ممثل عن وزارة البلديات، وبالتالي يعني رؤساء أنا أقترح اقتراحي كالتالي سيد الرئيس، حتى ما نترك الحبل على الغارب، أقترح أن يكون هناك رؤساء بلديات اثنين بالتداور في يعني موجود. شكرا، بس مش موجود بالقانون. شكرا. سيد رائد الخزانه، وأنا نفسي أنك ما تتداخل كل مرة. شكرا يعني سيد الرئيس. الأسباب الموجبة صراحة أفلحت الحكومة بتعديل هذا القانون للتجنب التفاصيل المرهقة ولرسم السياسات العامة للدولة، وأتمنى أنها فعلا تنشغل برسم سياسات عامة، يعني ما تظل غرقان بتفاصيل، فقد أفلحت الحكومة بهذا التعديل. أما الملاحظات، المادة 2 في رقم 5 يمكن الزملاء ذكروا عبارة أنه الممثلين الشؤون البلدية والقروية والبيئية. طب إحنا كل هالقانون جبناه عشان نعدل وندخل موضوع الإدارة الحكم المحلي، يمكن في شيء دكتور علي؟ طيب فضل. فانسجاما مع قرار المجلس لقانون إعادة الهيكلة في الدورة السابقة، لأن بقاء عبارة القروية والبيئية يعتبر خلل في بنية النص لعدم وجود مسمى كهذا، وهذا النص وجد عندما كانت وزارة البيئة والبلديات وزارة واحدة، والنص يعود لعام 1958، وعليه وجب شطب هذه العبارة والاستعاضة عنها بعبارة إما الإدارة المحلية أو وزارة الحكم المحلي، حتى لا يكون هناك عوار بالتشريع. يعني أنا شايف كل التعديلات هاي عشان ندخل موضوع وزارة الحكم المحلي أو إدارة الحكم المحلي. وزارة البيئة انشطبت من وزارة البيئة والبلديات من عام 58 ما عادت مع بعض، فكيف احنا حاطين ممثل عن وزارة البيئة والبلديات؟ عندي كمان على المادة جيم، يتقاضى الرئيس وكل جيم غير مطروحة، بس مادة مفتوحة سيدي. لا المادة كلها مفتوحة. لا 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 بس البقرة، أنا شايف المادة كلها مفتوحة يا سيدي. لا ما بعرف، المادة مفتوحة كلها مش مطروحة على جدول الاعمال، الماده مفتوحه سيدي. طيب عموما بس يا ريت يوضح لنا رئيس اللجنه، وارجو ان نكون يعني دقيقين، ما عاد في شيء اسمه وزاره بلديات وبيئه، انتهى. فهذا النص انا شايفه فيه مشكله. شكرا.